معنا الدكتورة سناء طقطقة كسكس. قبل كل شيء عرفنا بروحك. شكرا لكم على تغطية هذا النشاط. سناء طقطقة كسكس رئيسة جمعية تواصل الأجيال. ينتظمها النشاط هذايا في فترة صيفية بالتعاون والشراكة مع جمعية رياضة وترفيه بقرقنة. ما علاقة الرياضة بالثقافة ماذا؟ الرياضة والثقافة مربوطين ببعضهم، والثلاثة والزوز يخدموا التنمية. باش نزيد نضيف لك، احنا اليوم حبينا يكون هذايا معناها عرس للشباب من خلال نشاطهم الثقافي والرياضي. حبينا في نفس الوقت يكون نشاط رسم لوحة كبيرة من طرف الأطفال في موضوع حماية البيئة. وهنا توا عندنا تقريبا 30 شاب مشارك في النشاط هذايا. بخلاف هذايا عندنا اليوم في نطاق مشروع كرامة حصة تحسيسية للمرأة من طرف معناها عالم اجتماع من الشؤون الاجتماعية سي سمير هنا، باش ينشط حصة للنساء تحت عنوان المرأة القيادية والأسرة. سي سيف هو اللي لاهي بالايفينمون هذا، لو كانت تعطينا شنو نظام البطولة في الايفينمون هذا وشنو البيت نتاعو؟ الدورة الرابعة في الكرة الطائرة الشاطئية اللي تنتظم السنة بالأحد النزل جهة سيدي فرج بقرقنة. الدورة هذه فيها برشا تقاليد. اليوم عندنا 12 جمعية جاونا من جميع أنحاء الجمهورية. 12 جمعية هذوما نظام البطولة عملنا أربعة كاتر بول. لكاتر بول هذوما باش يلعبوا تصفيات، وبعد باش يلعبوا ربع نهائي، وبعد نصف نهائي، وبعد النهائي. الهدف من الدورة هذه هي تنشيط الجزيرة ودعم السياحة بعد الضربة الأخرانية نتاع باردو. ومن غير ما ننساو الملف نتاع صفاقس 2021 اللي نحرصوا أن ندعموه برشا، وأنه احنا نثبتوا اللي قرقنا قادرة باش الشواطئ نتاعها تحتضن العديد من التظاهرات، وأني صفاقس وقرقنا كيف تدعمها تولي قادرة باش تحتضن الألعاب الشاطئية اللي باش تكون إن شاء الله صفاقس 2021 من نصيبنا.